صباح الخير لكم مشاهدينا مجددا. حسب صحيفة ويب ميد الأمريكية، يصيب سرطان البروستات الجهاز التناسلي في الذكور، وهو مصدر قلق كبير بالنسبة للرجال، ونادرا ما يصيبهم قبل 50 سنة. وعادة ما ينمو سرطان البروستات ببطء شديد، وبالغالب بتظهر أعراضه بمرحلة متقدمة وبينتشر سريعا وقد يسبب الوفاة. بما أنه شهر تشرين الثاني هو شهر التوعية حول سرطان البروستات، حبينا نطلع عليكم مع البروفيسور ميشيل جبور، اختصاصي جراحة مسالك بولية وأعضاء تناسلية من دبي تحديدا عبر تطبيق زوم. بروفيسور صباح الخير. صباح النور إلي، أهلا وسهلا فيك. لك ولكل المستمعين والمشاهدين. اشتقنا لك. أول شيء أول مرة بتكون بعيد عنا، منك معي لايف استوديو. إيه مش مطول، قريب برجع إن شاء الله. إن شاء الله خير. بروفيسور جبور، لنحكي شوي عن سرطان البروستات. يعني شفنا حسب الدراسة الأمريكية هيك تعريف عام، بدنا نفوت معك بتفصيل هذا المرض، نحكي عن العلامات التحذيرية لسرطان البروستات، الكشف المبكر، وبالتالي مراحل العلاج اللي بيمرق فيها الشخص. هلا هي مساءبة لي انه انا موجود هون بدبي، كمان في عندي مؤتمر عن سرطان البروستات. نعم. والمؤتمر شوي ريجنال، يعني في اطباء واخصائيين من كل المنطقه هون، وعندنا ناس من يوروب كمان مشاركين معنا. وانا دوري بهذا المؤتمر هو التكلم عن سرطان البروستات بمنطقتنا العربيه، بمنطقه الشرق الاوسط والدول العربية. الملفت بهذا الموضوع أنه نحن الاعتبارات اللي عندنا هي تقريبا مختلفة شوي عن الاعتبارات اللي موجودة بالعالم. يعني نسبة الإصابات عندنا هي مختلفة، العوامل الجينية طبعا هي مختلفة، نمط الحياة هو مختلف، طريقة الاكتشاف المبكر هي مختلفة، طرق الوقاية مختلفة. مشان هيك منلاقي سرطان البروستات بلبنان وبعالمنا العربي هي مختلفة عن العالم. مختلفة لأفضل أو لأسوأ دكتور؟ لا، بإشياء لأفضل وبإشياء لأسوأ. نعم. طبعا الإشياء الأفضل هي اللي نحن ما قلنا فضل فيها للأسف، يعني الأمور اللي ما قلنا علاقة فيها يمكن إلا نظام الأكل تبعنا اللبناني اللي هو قايم على مأكولات جيدة جداً. نعم. وبأهم زيت الزيتون، أنا ابن الكورة يعني على طول بدي أعمل بروموشن لزيت الزيتون، بس هو مش مسحة، زيت الزيتون هو شغلي جيد جدا للوقاية من سرطان البروستات وكل السرطانات. نعم مزبوط أنه ما في علامات تحذيرية لسرطان البروستات بوقت مبكر؟ مزبوط. يعني هلأ خلينا نقارن شغلي بشغلي، هن كتير بيشبهوا بعضهم. سرطان واثنيناتهم اكثر شيء كومن، يعني كثير شائعين، سرطان البروستات عند الرجل وسرطان الثدي عند المراه، هن تماما بيشبهوا بعضهم. في اشخاص بيستغربوا انه شو خص الثدي عند المراه بالبروستات عند الرجل، هن العضوين يلي بيشبهوا جدا بعضهم، لانه عضوين قائمين على المستويات الهرمونيه، بتاثروا جدا بمستويات الهرمونيه اللي كان الذكريه او النسائيه بجسم الانسان. سرطان الثدي اللي هو أكثر كثافة، من أكثر سرطانات كثافة عند النساء، بيظهر حاله. يعني وقت نحن من إلا للست، كان شهر أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي، وقتها بيقولوا مسج لكل سيدة إنه هي تفحص حالها تتشوف إذا في درنة موجودة بصدرها. هذا الأمر مش موجود بالبروستيت، سو نحن الشخص هو ما في يفحص حاله تيعرف إذا في درنة بالبروستيت. اثنين، سرطان البروستات بيجي بالغشاء الخارجي، الوقت يلي مجرى البول هو بالمنطقة الداخلية، بالترانزيشنال زون، المنطقة الداخلية تبع البروستات. سو إذا إجا السرطان بأغلبية الأوقات بالمنطقة الخارجية البريفيرال زون، بده يكبر كتير تيصير ضاغط على مجرى البول. سو قبل ما يضغط على مجرى البول ويعمل عوارض، الإنسان في عيش لسنوات وسنوات مع سرطان البروستات بدون ما يعرف. وهيدا موضوع خطر، لأنه إذا واحد ما التزم بمعايير الاكتشاف المبكر يلي بنسميه سكرينينج، إذا ما قام بهذا الموضوع وما قدرنا نحن عممنا التوعية. يعني هلأ الهدف من هاللقاء معك بالدرجة الأولى هو أنه نودي المسج مرة بعد مرة بعد مرة لكل الرجال أنه بسرطان البروستات ما فينا ننطر الأشير. إذا نطرنا العوارض، يعني كل رجل عم يسمعنا
أو حتى كل ست معنية بزوجها، بدها تشجعه، مش ننطر تيصير عنده عوارض تنحكي، أوكي؟ لأنه سرطان البروستات مثل ما قلت كتير منيح هو بيجي بالأول من دون عوارض. نعم. فنقدر نعرف شو مشكلته وقبل ما يكون too late، لأنه إذا بلشت العوارض عنده بيكون already صار متقدم جداً أو حتى منتشر بالجسم، وبيبطل في عنا مجال أنه نقدر نشفيه بهالحالة. يعني بيطلع خارج إطاره المحدد، بينتشر بالجسم كله، 100%. يعني من هون بصير في عنا خطر الوفاة. خلص نخسر المعركة نهائياً. نحن مثل كل السرطانات، السرطانات هي نقدر نربح لها المعركة عليها إذا كمشناها بكير والسرطان كان بعده محصور بالأورجن المعني، أوكي؟ وبالأخص إذا عنا الحظ أنه نقدر نشيله. يعني أوقات بيجي السرطان بعضو ما بنقدر نشيله، يعني مثلا إذا في سرطان ضارب جزء كبير من الكبد، أنت ما فيك تشيل كل الكبد، الأوقات بنشيل جزء من الكبد، بس حظنا مع البروستات بعمر معين نحن فينا نستغني عنه. يعني الرجل لأنه ما بيجي سرطان البروستات عند الأشخاص يلي هني شباب، يعني نادرا ما نشوف تحت الخمسين سنة، هلا الا ما يكون في فاميلي هيستوري، يعني اشخاص عندهم سرطانات بروستات بالعيله، سو ممكن نشوفها بين الأربعين والخمسين، بس فينا نقول تقريبا بتاكيد جازم انه تحت عمر الأربعين سنه ما بنشوف سرطان البروستات. سو نحن اذا اكتشفناه مبكرا لسرطان البروستات وعملنا استئصال لهالغده، او هلا عندنا طرق اخرى، يعني عندنا اشعه وغير طرق تنقدر نقضي على السرطان جوا، الإنسان بيربح حياته وبيكمل حياته بصورة طبيعية. نعم. جدا. يعني الكشف المبكر برأيك على صحة السلامة هو أنسب حل فوق الخمسين لنتفادى كل هيدي يعني المخاطر. 100%. هي الريكومنديشن الذهبية اللي أنا بدل أكررها. هلأ في بعض الملاحظات عليها إن كان بأمريكا أو بأوروبا، بس هدول الدول صاروا متقدمين جدا بموضوع التوعية على سرطان البروستات. دونك وقت هني بدهم يقولوا نحن بنحط علامة استفهام على الكشف المبكر، وانه على هالفرضية تبع منظمة الصحة العالمية انه كل رجل ابتداء من عام الخمسين مفروض يعمل سنويا فحص الدم يلي اسمه PSA، ويعمل فحص الاصبع يلي بنسميه ركتال اكزامينيشن. هني يعني بالنسبة لهم دكتور بعض التحفظ، اوكي؟ نحن بالنسبة لنا اللي بدي اقوله واللي بنعرفه نحن من عالمنا العربي انه لا، نحن ما مفروض يكون عندنا تحفظ، نحن لانه بعد المسج ما وصل، يعني وقت بيوصل وقت انت وقت كل الرجال، اذا بنعمل احصاء بلبنان ونحن عندنا بهذا الموضوع توعية اكثر من غيرنا، اذا بنعمل احصاء وبنلاقي انه نحن كل الرجال او نسبة عالية من الرجال صارت تفهم شو يعني البروستات، وصارت تعرف كيف بدها تكتشف مرض البروستات وتتوقع منه، ساعتها قلنا حق نناقش موضوع اذا بنعمل فحص الدم سنويا ولا لا. بس نعم. بالمرحله اللي عم نحكي فيها لا، المسج بده يكون كل رجل ابتداء من عمر الخمسين سنويا على صحه السلامه بدون ما يكون عنده اي عوارض بده يروح لعند طبيبه، ما ضروري يكون يورولوج، فيكون طبيب صحه عامه فاميلي دكتور اللي هو بيعمل له فحص الاصبع وبيعمل فحص الدم. دكتور، يعني حسب الدراسات هيك اللي صار الاطلاع عليها بشكل سريع، رغم كل التطور بعده فحص الاصبع هو بالدرجه الاولى، ومن خلاله الانطلاق الى الاي ار ام، الى فحوصات الدم، الى الصور الشعاعيه، صحيح؟ هلا ليك طبعا في اشياء عوايد اوقات بنلاقي صعوبه للتخلي عنها، بالاخص اذا كانت هالعوايد هي عوايد جيده. نعم. تعرف من زمان البي اس اي فحص الدم مش كثير قديم، يعني اذا انا الذاكره ما عم تخونني باوائل التسعينات تصار في بي اس اي، ما كان في بي اس اي قبل، سو كانت الطريقه الوحيده نقدر نكتشف سرطان البروستات هو فحص الاصبع، ما كان في غيرها. نعم. يا بنلاقي في درني في اساوي البروستات منا طبيعيه، سو ساعتها بنروح بنعمل الخزعه يلي اسمها البايبسي تنكتشف اذا في سرطان ولا لا، بعدين طلع البي اس اي. هلا واحد ما بيلغي الثاني، يعني اذا بنقول نحن البي اس اي مع البي اس اي لحاله نحن نسبه القدره على اكتشاف سرطان البروستات هو تقريبا بنسبه 80%. نعم. وفحص الاصبع تعطينا نسبه تقريبا 65 70% القدره لاكتشاف السرطان، اذا بنجمعهم مع بعضهم هالكومبينيشن فحص الدم وفحص الاصبع بتصير نسبه مقدرتنا على اكتشاف السرطان بتوصل لل 95 85 90%. نعم. هلا
أي متى فينا نستغني عن فحص الإصبع إذا بدنا نحكي نحن بفرضيات، هي مع الأمراي الإي آر إم اللي حكيت عنه. نعم الإي آر إم إذا، وأنا ما بحبذ إن تكون هيدا مسج، يعني مش لا الفحص الإصبع لأنه كثير مزعج ولأنه نعم موجع وقت بينعمل بطريقة جيدة من طبيب عنده خبرة، أبدا ما بتكون خبرة مزعجة للمريض. ما فينا نحن نتجاوز الجايد لاينز، يعني ما فينا نتجاوز الشروط الأساسية بالطب نعم ونروح نعمل فحص كتير مكلف، وبالأخص هلأ نحن بنعرف عنا الأزمة طبعا طبعا الاقتصادية وضعنا الكبيرة، بلبنان. يعني ما فينا نقول له للرجل من شان ما نعمل لك فحص الإصبع روح اعمل اي ار ام، مش نعم مزبوط هذا الحديث. طيب نحن بنروح اي تفضل، لا لا تفضل تفضل كفي. نحن الي بنروح على الاي ار ام وقت بيكون عندي فحص الإصبع مش طبيعي او البي اس اي مش طبيعي. نعم سو بروفيسور حضرتوني جبور، بالاول سألت كم شخص هيك بين سوشيال ميديا او التقيت فيهم شخصيا، طبعا مثل كل الاشخاص يعني بننطر ليبلش عنا اشاير تا نستشير طبيب ونلتجي له. البعض قال لي يعني في شغله هيك لفتتني، قال شعر بتسرب البول عند الضحك او السعال. البعض بيقول تكرر يعني التبول المتكرر خاصه بالليل. البعض حتى يعني وجود دم اكين بالبول او حتى بالسائل المنوي. نعم كثير منيح، كثير منيح، اسئله عظيمه. تقول لك شغله، هدول كلن سوا هن عوارض التضخم في البروستات. هون مرقنا بمرحله التضخم يعني. هلا هالتضخم باغلبيه الاوقات هو بيكون تضخم حميد باغلبيه الاوقات وبيعطيني هدول العوارض. هلا في يكون سرطان بروستات بالحالات المتقدمه مثل ما قلنا ويعطيني عوارض شبيهه بعوارض التضخم الحميد تبع البروستات، بس باغلبيه الاوقات هالشباب اللي عم يحكوا انه هدول العوارض تبعيتهم فين يكونوا مطمنين انه هيدي بالمبدا عوارض التضخم الحميد تبع البروستات. بس هون بنرجع للضروره انه يكون هالشخص راجع طبيب، والطبيب هو اللي بيجزم، هو اللي بيفصل بين انه هالعوارض هيدي هي عوارض بسيطه مرتبطة بالتضخم البسيط تبع البروستات يلي بيصيب كل الرجال بدون استثناء. نعم. اوكي يعني نعم. التضخم الحميد ما في حدا يهرب منه، من الرجال مع العمر بده يصير في تضخم حميد، هو الطبيب بيفصل هل هذا التضخم حميد او ممكن يكون هذا سرطان بروستات تقدر يتصرف على اساس. طيب دكتور، يعني فقدان الوزن بيلعب دور، ممكن يكون إشارة، او الوجع بالقدمين ايضا او بمنطقة الحوض؟ طبعا هيدي هون بالحالات المتقدمه للاسف، هيدي اللي احنا هودي عم اقول لك من ضمن الاشياء اللي نحن بنختلف عن الولايات المتحده واوروبا فيها، انه نحن عندنا نسبه عاليه من الاشخاص اول مره بيعرفوا انه عندهم سرطان بروستات هي بهالشكل هيدا. أوف. بيكونوا راحوا اوقات عند طبيب عظم انه هني عندهم مشكله بوجع، عندهم وجع بظهرهم او وجع بوركهم. اوكي هونيك بيضرب كثير. نعم. كان الظهر، سلسله الظهر او الورك او الضعف، اي ضعف غير مبرر، يعني اذا الشخص هو ما عم يقصد يعمل ريجيم ولاقى حاله عم يضعف، اول شيء بده يعمله بده يراجع طبيب، لانه اول شيء بنخاف منه هو السرطان المتفشي. اي سرطان مش بس البروستات، كلهم بيتصرفوا بنفس الطريقه. اذا كان في سرطان بروستات او سرطان كولون او سرطان رئه وصار في تفشي، او سرطان بنكرياس او كبد او كدني كلوي الى اخره، بس يتفشى السرطان احد تجلياته هي الضعف غير المبرر. طيب دكتور، يعني وصلنا لهيدي المرحلة، هون الإجراءات الطبية شو بتكون؟ في مراحل ولا حكما بنروح إلى الاستئصال عملية جراحية؟ طيب لكن عم نمشي، نحن حكينا أول شيء عن العوارض كيف بتظهر. نعم. رحنا لعند الطبيب، الطبيب مثل ما قلنا طلب MRI ERM، اكتشفنا أنه في عنا محل مش مزبوط بهالبروستات. الخطوة اللي ورا منها هي انه ناخد خزعة يلي اسمها بايبسي، يعني منفوت عبر المخرج بإيكوغراف، واوقات بنعملها بنسميها فيوجن، يعني عندنا المكنة يعني بتجمع بين الاي ار ام وبين الإيكوغرافي تنقدر نصيب، حتى لو كانت الليزيون 6 مليمتر نحن فينا نروح نصيبها 100% بقلب البروستات تنقدر نعرف اذا في سرطان ولا لا. دونك هوني هيدي بتحدد اول مرحله في سرطان او ما في سرطان. هلا ما في سرطان بدنا نتابع،
يعني اذا كان في عندي اشياء مش مزبوطه مثل بي اس اي اعلى من العمر او بي اس اي عم يتطور اكثر، دونك بدي اقول له للشخص تعال عندي بعد 3 شهور ارجع عيد البي اس اي، يصير في متابعه، المهم نخلي عينينا مفتحه اكثر على هذا الموضوع. اذا طلع في سرطان بدنا ننتقل للفحص يلي هو بده ياكد اذا في انتشار او ما في انتشار. اوكي، يعني هون بنروح اوقات بنعمل شيء اسمه بات سكان، او بنروح بنعمل سي تي سكان للبطن كله سوا، او بنعمل البون سنتيغرافي اللي هي الصوره النوويه للعظام، لانه نحن بنعرف انه سرطان البروستات بينتشر للغدد الليمفاويه وبينتشر للعظم بالدرجه الاولى. دونك نحن بنعمل هدول. اذا طلع انه هالمرض محصور فقط بالبروستات، هون بده يصير القرار بعلاجات شفائيه. يعني ما بقى فينا نحكي نحن بعلاجات ترقيعيه بس لنربح وقت، لا، نحن عم نحكي بالشفاء، والشفاء بده يتم تقريبا بطريقتين، يا اما الاستئصال الكامل يلي بنسميها راديكال بروستاتكتومي، يعني بنشيل البروستات مع كل الاغشيه تبعيتها نهائيا، يا اما بنعمل الاشعه الخارجيه، وفي بلس اور ماينس الاشعه الداخليه اللي بنسميها براكي ثيرابي، يعني بنحط حبوب راديو اكتيف بقلب البروستات نقدر نكويها لهالبروستات من جوا، وبنوجه عليها اشعه من برا. هودي هن الطريقتين الوحيدين. هلا ما بدي فوت بالاشياء الاكسبيرمنتال، في اشياء اكسبيرمنتال بالعالم، خلينا اياها على جنب. بالنسبه لنا نحن تنعرف يا في الاستئصال الكامل يا في الاشعه، هدول للشفاء. هلا خلينا نقول للاسف طلع في عنا انتشار خارج البروستات، عندي انتشار بالعظم بالكبد بالرئه الى اخره، هون العمليات ما بقى لها دور الي. نعم، ما بنعمل عمليه استئصال سرطانيه إذا هالسرطان مش محصور بالعضو، كون أنا عم عرضه على كل مضاعفات العملية بدون ما أربح شيء أبداً، لأنه مجرد ما يكون في خلايا سرطانية ظهرت من الأورجن المعني، خلص صار موجود بالجسم، بيرجع بيتكاثر بالجسم وبيرجع بينما، إذا العملية ما لها دور أبداً. هون بدنا نفوت بالعلاجات. هلا العلاجات فيها تروح من العلاجات الهرمونية البسيطة، اوكي، للعلاجات الهرمونيه المتقدمه، للعلاجات الكيميائيه، اوكي، للعلاجات المناعيه. يعني عندنا مجموعه علاجات، ونحن لامد كثير قريب بلبنان، وحتى كنا بصلب الازمه كانوا هودي كلهم سوا متامنين. ليه؟ لانه نحن العلاجات الهرمونيه البسيطه ما انا كثير مكلفه، بس نطلع عنا للعلاجات الهرمونية السكندري هرمون، أو نطلع للعلاجات الكيميائية أو العلاجات المناعية، صارت أسعارها كتير غالية. سو هيدي لفترة قصيرة كان بعدها مدعومة كلها سوا ومتوفرة. هلا بقي اللي فهمته أنا، هلا أنا برات لبنان يعني مش عم أقدر تابع الأخبار مثل ما بعمل وقت تكون هون، إنه الأمراض الأدوية السرطانية لم يرفع الدعم عنها. إذا بالمبدأ هذول مفروض يدلوا متوفرين، بس نحن واجهنا مشكلة، والمرضاي بيعرفوا إذا عم يسمعونا، أنه الأدوية اللي كنا نعطيها لسرطان البروستات انفقدت. إجا وقت من الأوقات بطلنا نلاقي هالأدوية. هيدا موضوع شو بدي خبرك، يعني مش مقبول، مش يعني مقبول مريض هيدا السرطان هم بحد ذاته، شو هم للعيلة كلها سوا. شو هالحكي دكتور؟ بدي اختم معك بمجموعه اسئله من الناس، بس رح لخصها لان كلها يعني الشباب اللي عم تسال، البعض منهم عم بيقول هو بهيدي المرحله اللي عم تحكي عنها حضرتك، بيقول ما بعد الاستئصال بنكفي حياتنا كشباب ورجال بشكل طبيعي، بياثر شيء على يعني العلاقات الجنسيه، خلينا نقولها مثل ما هن عم يسالوها. برافو. ليك عملية الاستئصال يلي هي الراديكال بروستاتكتومي طبعا هي مختلفة عن عملية البروستات العادية. هون بستفيد توجه مسج لعمليات البروستات العادية يلي هي اجمالا للتضخم الحميد. هيدي عملية التضخم الحميد ما بتأثر ابدا على الانتصاب عند الرجل، ممكن تأثر فقط على القذف الإيجاكوليشن، يعني يصير القذف رجوعي، يرجع يفوت على قلب الثاني وبعدين هو بيبوله، بس الشعور هو نفسه، الممارسة بتكون هي نفسها، ما بيتأثروا أبدا للعمليات العادية. وإذا كان غير حميد، عملية الاستئصال الكاملة الراديكال بروستاتكتومي بتسبب ضعف بالانتصاب. هلا هالضعف له درجات، يعني في درجات قليلة، في درجات أعلى. هلا أوقات في عمليات نحن عندنا بنعملها بنسميها نيرف سبيرينج، اللي كانت عملت جراحيا أو انعملت بواسطة الروبوت، هيدي كلها معمولة تتخفف من نسبة الإصابة
بموضوع ضعف الانتصاب بعد العملية. بس أنا اللي بدي أقوله، شو ما يصير معهم لهالشباب، أهم شيء بالأول أن نخلص لهم حياتهم. يعني طبعا أول شيء بدنا نخلص من السرطان. شو نتج عن هالعملية؟ حنحاول نحن، وصار عندنا خبرة كتير كبيرة، أن نحاول نحافظ على أعصاب الانتصاب. يعني في جزء كبير من المرضى بالأخص إذا كانوا شباب، العملية بسرعة بيستعيدوا قدرتهم على الانتصاب. صار عندنا قوي، صار عندنا علاجات بالإبر أو بالكريمات، نعم أو حتى فينا نوصل نركب أجهزة مشان نقدر نرد له لهالشخص إذا حكم عليه بعد العملية إنه ما يسترجع الانتصاب تبعيته، إنه نحن نرجع نأمن له حياة جنسية طبيعية إذا كان هو طالب هذا الشيء. إذا هذا نعم الموضوع أبدا ما يكون مصدر خوف إنه نروح نهرب، لأنه في عالم بيعملوها. نعم صحيح يعني صحيح، يعني كرمال هيك سألوا. جيد جدا، في عالم مخافة من هالنتيجة هيدي بيهربوا من عملية نعم السرطان وبينتهيوا إنه هن ماتوا من السرطان، وشو بينفع بقى الانتصاب إذا نعم السرطان تفشى بجسمه. صحيح. بروفيسور ميشيل جابور، أخذنا من وقتك، بعرف أنه عندك التزامات، ومبارح نص ليلة وصلنا لأن كنت بخارج الفندق مظبوط، وما كان في تغطية، كرمال هيك يعني أنا بشكر اهتمامك. ولا ويعني مهم. نحن بتعرف إلي ما بنرفض لك طلب أبدا. تسلم تسلم دكتور، وترجع لنا بالسلامة، بدنا نكسبك بلبنان. الله يخليك، روح إذا الله عمول كونغريات قد ما بدك واختبارات كتير، اعطيه من خبرتك واكتسب من خبرة غيرك كمان فرص عمل إضافية، بس دخيلك خلينا بلبنان إن على شاء الله القليلة، يا رب، على القليلة مرحليا بين هون وبين هونيك. إن شاء الله إن شاء الله. المهم يدل عنا الحد الأدنى من العيش الكريم إن بهالبلد، شاء الله هذا إن المطلوب. شاء الله، هيدا كل أملنا دكتور. أنا بقول لك ميل ميرسي، الله يحميك، وشكرا على كل المعلومات القيمة اللي زودتنا فيها اليوم. ميرسي إلك، ميرسي إلي، أهلا وسهلا فيك. الله مشاهدينا، معك. من لقائنا مع دكتور جبور بنتمنى السلامة للجميع يا رب، وأهم شيء الكشف المبكر مثل ما قلنا ببداية حديثه. بدي أتمنى السلامة للجميع، وبدي أقول لكم خليكم برفقتنا سحر، وأنا بقي معكم لغاية الساعة 11:30. تابعونا.